هلا رح ننتقل لمشاهدينا مع بعض لفقرتنا التالية، رح نروح فيها لعلم واسع وهو علم التنمية البشرية، ورح نحكي عن نظرية بتعتبر من أساسيات النظريات يلي بتنظم عمل الإنسان وبنصفها لهي النظرية أكيد وصفها هو ماسلو. ولكن كيف يمكن للإنسان أن يتخطى درجات هذا الهرم اليوم، وهل يستطيع أم لا؟ وجهة نظر رح نناقشها اليوم مع مدرب التنمية البشرية الدكتور إيهاب الجندي. صباح الخير، صباح أهلا الخير وسهلا لكم، فيك، كيفك؟ صباحكم يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خلينا قبل ما نفوت بتفاصيل النظريه نحكي عن درجات هرم ماسلو ونفسره اكثر للمشاهدين. نحن بنسمع عنه كثير، يمكن نحن عندنا معلومات عنه بس في كثير من الناس ما بتعرف شو هو. خلينا نفصله اول شيء ونحكي عن هي الدرجات. تماما. هلا ماسلو هو عالم كثير معروف بالتنميه البشريه وبالفلسفه، فدائما كان له مقالات وله شغلات كثير مهمه نحن نعتمد عليها بموضوع التنميه البشريه. اول شيء كاسم هرم، دائما الهرم بيجي هيك مثل ما بيقولوا قاعده عريضه وبتطلع لحتى توصل الى القمه، للقمة. فهذا اول شيء لب الموضوع الهرم تبع مازلو. الشغله الثانيه قسم مازلو هذا الهرم الى 5 مراحل واعتبرها هي احتياجات الاساسيه للانسان. نعم. بتبلش من القاعده العريضه اللي هي اغلب الناس بتكون فيها، ولكن بتوصل لمرحله انه في الى القمه، والقمه للاسف مو كل الناس بتقدر توصل لها، ولكن هو عطى المفتاح كيف الانسان يوصل له. القاعده العريضه الاولى هي بسموها الاحتياجات الفيزيولوجيه، يعني كل الناس بتحتاج تنام، تشرب، تاكل، هي القصص كلها، ما في حدا ما بيقدر يستغني عن هذه الاحتياجات، لهيك هي موجوده في القاعده. بيطلع نطلع على المرحله الثانيه او السلم الاخر اللي بسموها احتياج الشعور بالامان. أكلت وشربت صار عندي الاحتياجات الفيزيولوجية، ولكن صار أنا بدي يكون شخص عندي أمان، يعني أنا ما في شيء عم يخوفني، هذا الشيء لازم أنا أكتسبه بعد ما أكلت وشربت. لهيك بتلاقوا في أشخاص كتير اللي ما بيقدر يلبي هذه الاحتياج، بتلاقيه ممكن ينام على الصيف ما عنده مشكلة، ما عنده يعني ما بيقدر يلبي هذا الاحتياج. نطلع على المرحلة الثالثة وهي مرحلة كتير مهمة بسموها الانتماء الاجتماعي. أنا بدي يكون عندي عيلة، بدي يكون عندي أصدقاء، بدي يكون عندي مجتمع، بدي يكون عندي جامعة، فهي النقطة كتير مهمة. بنلاحظ نحن إذا نحن بنوصل على هذه النقطة في أشخاص بتلاقون انعزاليين، بتلاقيه لحاله ما بيحب يختلط، بيكون السبب إنه الاحتياج اللي قبله ما لبى اللي هو احتياج الأمان. فالفكرة الأساسية نحن لهذا الشخص لقدر نستوعبه نحن وندخله بالمجتمع لازم نحسسه بالأمان قبل ما دخله بالاجتماع بالناحيه الاجتماعيه. اساسا ليشعر بالانتماء نحوك لازم يكون هو في عنده شعور بالامان 100%. 100%. هلا هي بسموها الاحتياجات الاساسيه. نطلع نحن الاحتياجات بصراحه الارقى من هيك او هي التنتين. اول نقطه او هي الدرجه الرابعه بسموها التقدير. نحن هي بالدرجه الرابعه بنقول الدرجه الرابعه تماما هي بسموها التقدير، يعني انا مثلا بيجي بقول واحد قدم لي خدمه او عمل شيء، برافو عليك، شكرا، يعطيك العافيه. كثير نحن هذا الشيء بيعطينا شعور وطاقه ايجابيه، نحن عم نشتغل ففي شخص عم يقدرنا ويعطينا هذه الطاقه. هلا النقطه الاخيره وهي بصراحه راس الهرم ولازم نحن كلياتنا نتوجه الى بسموها نقطه تقدير الذات. انه انت تقدر حالك تماما تماما، هي كثير صعبه يمكن عند الناس، صح؟ تماما، انه افكر انه انا حامل هذا الشيء لذاتي، انا ماني مهتم انه الناس والله أستاذي نوت اللي برافو عليك دكتور إنك أنت عملت كذا كذا كذا. لا، أنا عامل هذا الشيء لتقديرا لذاتي. يستوي لدي الشكر والذنب بنفس الوقت، لأني أنا عم بمشي بطريق الذاتي. ومن هون النقطة بصراحة بنلاقي الأشخاص هن عم بيقدروا ينتشروا ويعملوا بصمات بحياتهم. صحيح. فهاي النقطة اللي إحنا لازم نحن نقدر نشتغل عليها بالتنمية البشرية ونوصل للأشخاص إنك أنت لازم نتشكره، بس بالأخير الشكر الاساسي هو لذاتك قبل ما يكون قبل شكر ما يكون. من الناس. صحيح. دكتور خلينا نحكي شوي، يمكن احنا تعرفنا على يمكن خطوات او اقسام الهرم والوصول للقمه، ولكن يمكن كل شيء بالحياه بده تدريب لحتى نحن نوصل للقمه مثل ما قلنا. هدول التدريبات يمكن لحتى يصيروا عاده وبحياتنا اليوميه ونمارسهم بدون اي يمكن خلص انه نحن هذا الهرم رح ينفذ على ارض الواقع وبحياتنا، كيف فينا لنوصل لها؟ هلا هي هذا السؤال حقيقه محوري، ونحن اذا قدرنا نجاوب عليه حقيقه كثير في امور رح تتغير. اولا كمان نحن بنرجع تنمية بشرية في قواعد معروفه انه اي شيء نحن
بنضل منثابر عليه لمدة 21 يوم فهو بصير عادة. تمام؟ إذا بدنا نقطع حتى عادة هي عادة سيئة يوم. فكمان نحن رح نقطع لمدة 21 يوم أقل شيء. فهي فعليا تجي أي شيء من نحن بنكتسبه هي بالممارسة. إنه إذا قدرت أنا هذا الموضوع ضل مارسه واحد يعني لمدة أقل شيء 21 يوم لنثبت هذه العادة بدها تقريبا بشهرين ثلاثة شهور. بس قديش فعليا قدرانين نطبقها؟ يعني لأنه في كثير من الدراسات وكثير من الباحثين بيقولوا أنه أغلب الناس بعدهم بالدرجة الأولى للهرم أو الدرجة السفلية، يعني هن لسه ما انتقلوا للدرجة الأولى. قديش ضمن هاي الظروف الصعبة اللي أنت عم تعيشها يوميا والضغوط الاجتماعية، يعني الناس فعليا هلا بتركض لتأمن الغذاء صحيح بالدرجة الأولى، يعني الطعام لإلها ولعيلتها. أنا فعليا قديش لو صحيح. 21 يوم بدك صحيح. 21 صحيح. سنة يمكن لحتى صحيح. تقدر تحققها. هلا هذا الكلام حقيقة 100% صحيح، بس نحن بظرف هالظروف الصعبة بتوقع الشيء الأساسي اللي لازم نحن نشتغل فيه هو تغيير منظورنا للأمور. يعني خلينا نقول رب أسرة أبي بيطلع بيشتغل وهو إلى آخره حتى يأمن الاحتياجات الأساسية الفيزيولوجية، الأكل والشرب والمسكن وما إلى آخره. طيب بنفس الوقت الموارد محدودة، طب أنا شلون بدي أقدر أطلع للنقطة الثانية؟ رح أقدر إنه هو كأب أسرة أو كشخص ممكن هو يساعد بهذا الموضوع، إنه هالأبوة هالحنان هالعطف هالشعور بالأمان، إنه معليش بابا هلا الأمور شوي صعبة رح نحن إن شاء الله رح نقدر نعملها. أياما في شو أمور أنا ما بقدر بوفرها يعني لعائلتي أو للمحيط الموجود بالنسبة لي، بس بقدر أنا في أمور تانية ممكن تكون فيزيولوجية وعاطفية أو نفسية بقدر أنا غطي هذا الشيء بطاقة إيجابية كتير حلوة. أياما نحن طاقة الكلمة كتير مهمة ونحن حكيناها إذا تذكروا بالمرات السابقة كتير ممكن تكون مؤثرة. الشغلة الثانية بس أنا كمان كشخص بلملم هالعائلة دائما بجمعة بسيطة بقعدة بعمل هالانتماء بحبث يعني أو بدفع الأشخاص الموجودين بهذه العائلة أو أولادي أو أصدقائي أو كذا لحتى يشاركوا نطلعوا. أنا من يومين كنت بأحد مع أحد الأصدقاء بقول إنه أنت صار لك زمان ما شفناك. قال لي ظروف العمل فعليا هو صار تقريبا منعزل ما بيقدر يعني يشتغل بهالموضوع. قلت له لا لازم يكون لك يوم معين بحياتك تشتغل على هذا الشيء. فهو الفكرة أياما منظورنا نحن ما بدنا هالموارد الكبيرة ولكن نحن بدنا يكون عندنا منظور إيجابي. ستيفن أركوفي هذا عراب التنمية البشرية دائما بيقول أهم شيء أنت بنجاحك هي ردات أفعالك لمنظورك اللي أنت شايفه. مو شغلت أنه مثلا بتلاقي واحد نحط بشيء صعب أنا بتلاقي تنحى عن هذا الموضوع. لا أنت شو بدك ترد شو ما كان صعب ما في بهم، بس انت شو رح يكون ردة فعلك هو هذا المنظور اللي احنا بنعيشه. هلا يمكن اي تدريب او شيء بس هيك سؤال يمكن او ما بعرف اذا صح او خطا انه هيك انه ينعزل شوي الواحد 21 يوم عن الحياه وعن يمكن مفاصل الحياه السلبيه او السيئه لحتى شوي يتاقلم ويمشي بالطريقه الصحيحه، ولا هي استراتيجيه استاذه بالموضوع؟ بس انا افضل انه لا انه لا خليه هو يكون بالمجتمع الطبيعي. يعني هلا حكيت نور انه في ظروف صعبه، يمكن انت كيف بدك تفصل انه تامن لاولادك مثل ما حكيت رب الاسره، وكيف بدك تفصل بين الوضع بالبلد وبين مثلا الغلا وبين والدرس وما بعرف شو، ومع هيك بدك تعوضهم بكلمه حلوه ما بتخيلها هي. يعني هلا هون كل الاشخاص قادرين، هون نحن بدنا نزرع الطاقه الايجابيه بالاشخاص اللي هن المحوريين. يعني حضراتكم انتم اشخاص محوريين مثلا بعائلاتكم او بزملائكم. نحن مثلا ايام بنكون بالجامعه نحن كاساتذه بنكون نحن اشخاص محوريين بحياه طلابنا. هي الفكره الاساسيه اياما عن جد ضخ الطاقه الايجابيه لاشخاص محوريين بشكل متكرر لانه محيط سلبي عندك والناس سلبيين وطاقه سلبيه. قديش انا قادر فعلا حتى ما اسعى لنفسي بالكلام؟ يعني فعليا لو في ناس كثير بتقول انه انا ما بفهم، انا حتى على نفسك ما بصير تقول صحيح. لازم تقول انه انا ضمن ظروف صعبه، انا فخور بحالي على الشغل اللي عم اديه. يمكن ماني مرتاح ماديا، يمكن ما في تقدير من الاخرين، بس انا بدي اقدر ذاتي صحيح. هي نقطه كثير مهمه ما عم نلاقيها بالمجتمع. عم يكون المحيط سلبي، الناس سلبيين، عم تفوت انت بطاقه ايجابيه بيصدوك. يعني بتحاول هي اهم شيء نقطه انه انت عم تكون سلبي صحيح. على حالك. هلا هي النقطه الاساسيه. نحن اياما طريق النجاح هو حقيقه ما مفروش بالورد، وأيام بيكون في صعوبات كثيرة مثل ما قلتي أساس نور. بس برجع بقول لك كثير مهمة، دائما دائما نحن بدنا نزرع الشيء الطاقة الإيجابية أو نشوف الناس الإيجابيين. يعني دائما نحن تواصلنا مع الناس الإيجابيين هي بيعطينا طاقة. هاي نقطة لازم يسمعوها الكل. أنا بقول لهم الطاقة الإيجابية الأساس، بيضحكوا وبيقولوا إنه هاد حكي. لا
انت كمدرب تنميه بشريه الناس عم تسمعك قديش فعلا مفيد كل يوم نحن نحاول فعلا نعتمد على نفسنا بزرع الطاقه الايجابيه من خلال الكلام. حتى ايه ممكن اطلع على حالي لمده دقيقه بالمرايه واقول انه انا بدي اعمل شيء اليوم. هذا الشيء حقيقه تمرين بسيط وكثير حلو. يلا خلينا نتعلم عليه سوا. تماما انه احنا فقنا الصبح اول شيء بدي اتذكر الشيء اللي الله اعطاني اياه عز وجل، انه اعطاني الحمد لله الصحه، اعطاني العافيه، اعطاني انه انا اليوم فايق بظروف الى الان قدران ان استمر وقدران انه اشتغل وقدران انه انبس. يعني نحن قديش مرت ظروف صعبه على البلد، لساتنا بالاعلام الوطني عم نقدر نشتغل بشكل كتير كويس، عم نقدر مثلا المايسترو جاي من حلب قديش شغله حلوه، بعدين اجى الريبورتاج رجعت الحياه كلياتها، هي كلياتها حقيقه الرسائل الايجابيه عم نقدر ناخذها. نحن اياما بنشوف رسائل ايجابيه بس ما بنسمع لها صح، ما بنقدر نشوفها صح. الفكره اللي كثير مهمه، كل شخص فينا حتى لو ما عم بيمارس الطاقة الإيجابية الموجودة بحياته بس ما في مانع إنه هو يحكيها. يعني أياما إذا واحد حكاها ممكن الشخص يتأثر أكثر ما هو يمارس ذات نفسه. فنحن ما في مانع إنه نحن كأشخاص نقدر نحن نتحكم بحياتنا بطاقة إيجابية. هلا في ناس ممكن يقولوا إنه هاي شيء ممكن يكون شوي فلسفي أو شوي كلاما، بس نحن ليش بنقول إنه هو فلسفي؟ إني ما مارسناه دائما. هلا نحن مثلا هلا حضراتكم خلصنا مثلا اليوم قعدتوا مع بعضكم البعض، شو المانع انه مثلا نشارك بموضوع معين؟ شو المانع انه نطلع افكار جديده؟ شو المانع انه لا خلينا نعمل فكره مثلا؟ انا دائما كنت اقول انه انا احبذ انه يكون بالاعلام الوطني في عندنا برنامج للتنميه البشريه. صحيح. ليست فقرات عباره عن 10 دقائق و15 دقيقه، وصلنا هلا عم نحكي فيه اكثر من 4 أو 5 سنوات وفي عز الازمه. نحن بحاجة لعز الأزمة حتى نقدر نعمل، بس يكون برنامج. هل نحن لدينا الكوادر؟ لدينا الكوادر، لدينا إعلام وطني قوي، لدينا إعلام وطني قوي، ففينا نطلع بهالأساس. فهي القصة بتجي بإيمان ذاتي وبمنظور ذاتي إنه نحن فينا نعمل هذا الشيء بالبلد ونكون نحن أشخاص إيجابيين نترك بصمات فيه موجودة فيها. نعم، يعني التنمية البشرية يمكن هي صارت أو ازدهرت خلينا نقول أو وضحت على أرض الواقع بخلال الوضع الصعب. فنحن قديش أوريدي نحن بحاجة للتنمية البشرية بحياتنا وبين بعضنا. صحيح. وللتدريبات يلي عم تقولها حضرتك لحتى ننجح نحن وننجح لمقابلنا مثل ما ذكرت. 100% سازرية. والشغلة اللي أنا بدي أرجع بقول أهم مدرسة تنمية بشرية شفناها بحياتنا هي أبونا وأمنا. يعني بالأخير ما لازم نحن نقول يعني أوكي نحن مثلا بقول مدرب تنمية بشرية، بس بالأخير نحن شو؟ نحن تربينا وكل شخص فينا. أنا ليش عم برجع؟ البيت هو الأساس بالتربية، بالتنمية البشرية، الجامعة، الإعلام، الوزارات، العمل، كل أماكن موجودة فيها نحن بنقدر نعملها. في مرة عملنا تجربة نحن انه خلينا نعمل دخلنا شيء اسمه مشروع التخرج. هي موجوده بكل الجامعات ولكن عملناها بطريقه مختلفه تماما، انه الشخص هو بده يقترح وبده يساعد بهذا الموضوع، وحتى اياما انه الشخص اللي رح ينجح يعطي بصمه اخذناها ونحن شاركنا له اياها وحتى قدرنا نحن ننشرها باماكن مختلفه. فقديش هذا الشيء انا بعتبره منه صعب. هذا شيء مهم لما تقول لازم، لانه في كثير من الناس ان كان بالمحيط مثل ما قلت بالجامعه او بالبيت بيقول لك انا ما فيني اعمل شيء. لا، مجرد انك موجود فيك تعمل شيء. صحيح. يعني في ناس ما عندها الثقه بنفسها او بتقول انه انا ما عندي امكانيات ولا القدرات، مجرد انك تكون عايش هلا ضمن هي الظروف هذا انجاز. فانك فيك تعمل شيء، اكيد فيك تعمل شيء. شيء كثير كبير استاذه. يعني انا مره كنا عم نعمل مقابله وظيفيه لاحد الاشخاص، مبين انه هو شخص متاثر بحياة شوي فيها نوع من السلبية وظروف صعبة، والده متوفي وإلى آخره. مبين أنه هذا الشيء أثر على شخصيته. فنحن اتفقنا كلياتنا بين بعضنا أنه يكون الانترفيو عبارة عن تنمية بشرية باللا شعور. حلو. فنحن قلنا له بدك تعطينا برزنتيشن، عمل برزنتيشن وكان بصراحة كتير حلو وضلينا نثني عليه بشكل كتير رائع. بنهاية البرزنتيشن حكى كلمة، قال أنا بصراحة حتى لو ما أخذت هذه الوظيفة فأنا لن أنسى هذا اليوم بشكل كتير كبير. نحن شو عملنا؟ عملنا فكرة بسيطة، فكرة إيجابية، بس قدرنا نعطي هيك بصمة كتير كبيرة لقلوب هالناس. مرة من المرات كمان كنا عم نعطي محاضرة، فكان في طالبة سنة ثالثة طب بشري. فبعد ما خلصنا المحاضرة إجت عم تحكي لنا أنه تشكرتنا بالمحاضرة وقالت أنا كنت من شهر أخذ قرار أنه أوقف دراسة بسبب ظروفي الصعبة، بسبب كذا، بسبب، بس أنا هلأ جاي أتشكركم، أنتوا أحييتوا فيني جواتي شيء كتير كبير، فأنا لازم أعمل. نحن ما عم نحكي كأشخاص أو كأسماء، نحن عم نحكي أنه في دور وواجب على كل واحد فينا،
انه يوقف يعطي من وقته لو 10 دقائق لو ربع ساعه لو نص ساعه يحكي كلمه حتى لو هو ما عم بيلاقي حدا يعطيه الكلمه. بس انا متاكد انه احنا عملنا تغيير دراماتيكي في حياه الاشخاص، وممكن يكون في اشخاص رائعين جدا تقدر تثبت حالهم بالمجتمع. وهي الفكره الغلط انه بيقولوا يمكن بس الفلاسفه او العلماء هن اللي يمكن بيكونوا تحت مسمى بنفذوا هيدا الهرم يلي حكينا عنه باول اللقاء، مو الاشخاص العاديين، لا الاشخاص العاديين وكل حدا فينا يمكن. صحيح 100%. وانا عن جد باكد او ببعث رساله انه نحن اليوم بنحكي على هرم مازلو. هرم مازلو عن جد شيء رائع جدا، ننفذه بحياتنا الشخصيه، نفذه بحياتنا الاسريه، حتى نفذه بحياتنا بالعمل. وهذا ممكن نعمله من خلال يمكن نحن مثلا بالتسعينات فات شيء على المدارس اسمه المرشد النفسي. تمام. ليش اليوم ما بيكون فعلا في مرشد للتنميه البشريه بالمدارس او بالجامعات؟ هي نقطه كثير مهمه انت. صحيح. لانه عندك جيل جديد 7 سنين من الحرب، فانت جيل قادر انك تنهض فيه وتنمي له هي التفاصيل المهمه بامكانيات بسيطه، فهي نقطه كثير مهمه نحن نوجهها لجميع المعنيين. مثل ما في مرشد نفسي بالمدارس الابتدائي الاعدادي الثانوي بالجامعه، لازم يكون في مرشد للتنميه البشريه. 100% 100%. وانا كثير حتى دائما كنت دائما ادعو، برجع مره ثانيه بقول لازم يكون في عندنا مواد بالتنميه البشريه في جامعاتنا. هذه يكون فيها شيء كثير اساسي عم نقدر نشتغل فيه. حتى في مره باحد السنوات كليه الصيدله طلعوا طلاب مشروع كثير حلو اسمه بصماتنا تغطي العالم. شو هي المقصود فيها؟ اتفقوا بين بعضهم انه رح نجيب مراجع علميه ما عم نقدر نحن نوفرها بالبلد، نحن رح نكون نحن حوالي 50 او 100 شخص، كل واحد رح ياخذ جزء ورح نقدر نترجم كثير نرفد البلد بمراجع علميه كثير حلوه باللغه العربيه. نعم. فقديش كانت فكره حلوه وقديش كان بالفعل رح تكون بصمه كثير كبيره للطلاب. دكتور خلينا نحكي باي عمر نحن فينا ندخل التنميه البشريه؟ يعني انا بدي اصير ام مثلا، انه انا ايمتى هي التنميه البشريه بقدر هيك بلورها براسي لحتى استخدمها للاطفال او للاولاد؟ التنميه البشريه هي بدها تكون طول حياتنا بصراحة. يعني من هلأ حضراتكم أنتم مثلا بالإعلام هي بتعطيها للأولاد صغار؟ مو بتعطيها، يعني هي بتمارسها دائما. دائما بتمارس. يعني يمكن مثلاً حياتنا ما حكينا عن موضوع التنمية البشرية مع الأطفال، خلينا نحن إن شاء الله المرة الجاية ممكن نعمل شيء له علاقة بالتنمية البشرية للأطفال. الفكرة الأساسية نحن البداية وين بدها تبلش؟ بتبلش بالأفراد، بالأب والأم. إذا هن فعليا كان عندهم نوع من الـ الكمال مثل ما بيقولوا الروحي او السعي للكمال الروحي او التنميه البشريه المتكامله، اذا كانوا هن بيتحملوا هذا الشيء او يقدروا يوصلوا لهذا الموضوع باللا شعور هن رح يقدروا ينقلوا، يعني هن على تماس مباشر، الاب والام هن تماس مباشر مع الاطفال. فالفكره الاساسيه يعني مثلا انا مثلا بتجربه خاصه حبيت مثلا اولادي يمارسوا نوع من انواع الالعاب اللي هي لها علاقه بالدفاع عن النفس، ملكتهم مشان اعطيهم قوه مثل ما بيقولوا قوه قوه شخصيه قبل ما تكون قوه للموضوع اللي هو له علاقه بالعنف او شيء ثاني. الشغله الثانيه في شيء مثلا انه على مستوى بسيط كثير انه بدنا نعمل مثلا يوم جمعه بدنا نعمل غداء او شيء، خليت بنتي الكبيرة هي تساعدني وتكون إلى بصمة إنه تعمل هذا الشيء، فرحتها ما بتقدر تعمل، يعني ما بتقدر تتملكها. فالفكرة الأساسية بتبلش هي بتغزل بهيدا تماما 100%. فالفكرة الأساسية إحنا كأشخاص إذا قدرنا زرع هاي الأفكار البسيطة تماماً منذ الصغر عند منذ الصغر ببساطة بشكل بسيط. يعني مثلا حتى على مستوى إنه طفل عم بيروح مثلا بده يشتري ثياب، أمه بدها تشتري ثياب، ما في مانع إنه نسأله أنت شو حابب؟ حلو هذا شو حابب؟ ونعطيه إنه هو يقرر. نحن مشكلتنا ان احنا بنقرر عن اطفالنا بكثير شغلات، اكيد الاب والام لهم دور، بس في شغلات بسيطه بتقدري انت تزرعي في شخصيتهم لو كان شيء بسيط انه قرر هي الكنزه لونها كذا ولا اللون كذا. هذا بينزرع لقدام بالفكر، يعني انت لما تزرع عند طفلك هدول التفاصيل البسيطه يمكن لناس ما بتنتبه لها بتخلق عنده مع الايام القادمه فكر معين، فكر فعلا مع طاقه ايجابيه ونظرته للامور بتكون مختلفه 100% 100%. ولهيك كان عندنا شغله كثير حلوه كنا بسموها الرائد الطليعي، يعني كان انك انت رائد كان يعطوه نوع من التكريم الحلو ويطلع هو يحكي وينتقل، وكان في مسابقات على مستوى الجمهوريه. وقديش هلا نحن فخورين بشبابنا السوريين انه طلعوا بمراكز من اهم 3 مراكز على مستوى الروبوتك مثلا بكوستاريكا، هذا الشيء نحن بنفخر فيه، وبامكانياتنا وبوضع الحرب و الى اخره قدرنا نطلع نعمل بصمه عالميه، قديش هذا الشيء رائع. فشيء كثير مهم بس بده شويه توجيه وعنايه، وصدقا ليست بحاجه لدعم كثير كبير او من منظور كثير اشخاص انه لازم يتوفر شغلات كثيره و الى اخره، لا
الإيمان بالقدرات وأشخاص داعمين وطاقة إيجابية. طب بس قبل يمكن ما يخلص الوقت في استفسار، يمكن أي حدا مننا هو بيضل بيقول إنه أنا ما حدا قال لي شكراً، إنه أنا ما في هذا النقص جواتك حتى لو أنت شكرت حالك، هون كيف فيه الشخص يعوضه أو ما يضل عم يطلب من العالم إنه ليكو إنه أنا عملت هيك حلوة؟ بيقول له إنه أوكي، بيكسروا بخاطره يمكن بعض الأحيان، فهذا الشيء بيأثر بالطريقة كثير. نحن عانينا فيها كلياتنا، يعني حتى نحن كأشخاص. كيف الواحد يدرب حاله إنه ما يكون حساس زيادة عن اللزوم من ردات الفعل اللي لازم هي تنعمل، إنه كلمة شكرا لازم تنقله وما عم تنقله؟ ما عم تنقله. هلا الفكرة الأساسية هي، أنا رح نحكي إنه هي صعبة إنه أشخاص يكون حساسين إنه ما حدا بيقول لهم شكرا، بس الفكرة الأساسية ممكن هو لحاله يقول إنه أنا عملت هذا الشيء ما حدا قال لي شكرا. انا دائما بعلمهم تدريب كثير حلو، انه واحد يقول يمسك على كتفه يقول برافو علي يا ايهاب انه انا عملت هذا الشيء، انه يحسس، مو دائما يجي واحد يقول له برافو عليك. شغله صعبه ما بقدر، بس هي بدها تمرين تمام. وممكن اياما اشخاص اخرين يعوضوا له هذا الشيء، او حتى هو يتخيل قديش هو حسس هذا الشخص انه يكون مبسوط ومبتسم، فلهيك ممكن يعوضه شوي، ولكن هي بدها شويه تمرين، بدها تدريب. واي شيء بدنا نتدرب عليه 21 يوم هي كافيه لانه تقليل كبدايه انه حتى ينطلق فيها. نعم اكيد. بدنا نتشكرك الدكتور ايهاب على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ويمكن اهم شيء تقدير الذات والايمان بقدرات نفسك، فشكرا كثير لك. شكرا لكم وصباحكم سوري. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك يا رب. شكرا لك.